السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من فلسطين عبر قناة الرافدين. ماذا عن واقع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة؟ ما أهمية التعريف بالاستيطان الصهيوني ومخاطره في الضفة الغربية؟ كما نتساءل في هذه الحلقة في ذكرى احتلال القدس، لماذا تشن قوات الاحتلال الصهيوني حربا على الأعلام الفلسطينية في مدينة القدس في واحدة من حروب أو معارك السيادة هناك؟ في زهرة المدائن عائلة سمرين المقدسية تقاوم الاستيطان والتهجير. كما تتابعون معنا في ذاكرة فلسطين المجلس التشريعي الفلسطيني محطات من تاريخ البرلمان الفلسطيني في جزئه الأول، فتفضلوا بالبقاء معنا. اعتصموا وما زلت لهم قدم، ينادي أمة اتحدي، أعد الجند واتقدي، ينادي أمة اتحدي، أعد الجند واتقدي، وفي الأسباط عزم يدي سيطهرهم إذا غدروا. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. قبل حرب عام 1967 بعدة أشهر، أجرى الجيش الصهيوني تدريبات عسكرية حول كيفية تطبيق الحكم العسكري في المناطق المقرر احتلالها، مستفيدين في ذلك من تجربة الحكم العسكري الذي فرض على ما تبقى من الفلسطينيين في فلسطين المحتلة. وقبل عدة أسابيع من الحرب عقدت الحكومة الصهيونية اجتماعا سريا في منزل رئيس الحكومة ليفي أشكول للبحث في مستقبل المناطق التي ستحتلها إسرائيل، حيث توصل المجتمعون إلى ضرورة ضم قطاع غزة إلى إسرائيل بعد إخلائه أو إخلاء سكانه وتوطينهم في شبه جزيرة سيناء وفي المناطق الكردية من العراق. أما الضفة الغربية فتم الحديث فيها عن ضم القدس وهدم مدينة قلقيلية وفتح أبواب الهجرة القسرية والطوعية بهدف إبقاء حد أدنى من السكان تستطيع دولة إسرائيل التعايش معهم. ماذا عن الضفة وعن وضعها الآن في ظل المشروع الاستيطاني على مدى أكثر من 5 عقود من الزمن؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور أحمد العطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا بكم. اسمح لنا دكتور نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزملاء لهذا الموضوع ثم نعود للنقاش بحول الله. يرى السياسة والباحثون في الشأن الصهيوني أن الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية يأتي استكمالا للاستيطان الذي اجتاح فلسطين مع بداية المشروع الصهيوني، فإقامة المستعمرات في الضفة الغربية كان قرارا سياسيا وعسكريا بدءا منذ الأيام الأولى التي أعقبت حرب 5 من حزيران يونيو عبر قرار واضح اتخذته الحكومة الصهيونية بناء على مشروع ألون الذي اعتمد خلاله الضم التدريجي لما تبقى من الأراضي الفلسطينية إلى حظيرة الكيان. المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية هو من المشاريع الكبيرة الضخمة التي لم يتوقف للحظة واحدة، سواء في أوسلو وسواء بعد الانتفاضة الثانية وحتى الآن، واليوم يأخذ منحيات أكبر وأوسع
وتأخذ منحنيات تصل إلى مستويات ضم قانوني، ضم جغرافي، ضم سياسي حتى. فالاستيطان الاستعماري هنا ليس مرتبطا بحكومة اليمين أو حتى اليسار، بل إن لبناته الأساسية وضعت في زمن سيطرة حزب العمل على السلطة، وهو بهذا المعنى جزء من توافق صهيوني واضح المعالم على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وعلى تحويل مشروع الدولة الفلسطينية إلى مجرد معازل تحت قبضة الاحتلال كشكل من أشكال التطهير العرقي في فلسطين، وسعيه المسعور لقدم مزيد من أراضي الضفة يفسر حجم الهجمات ضد أراضي وممتلكات الأهالي. خطورة الاستيطان هو أولا هو بشكل سرقة للأرض الفلسطينية وسيطرة يعني بغير حق على الأرض الفلسطينية، بيؤدي إلى سرقة الأراضي والأملاك والمقدرات، بيؤدي إلى محاولة تهجير السكان الفلسطينيين. هذا من جانب. من جانب آخر، الاستيطان اللي في الضفة الغربية بالنسبة للعدو الصهيوني بشكل استراتيجية كبرى، لأنه معظم الضفة الغربية هي جبل، ويعني العمق الصهيوني معظمه في منطقة الساحل. إذن هو بحاول الآن العدو الصهيوني يحمي العمق الصهيوني من خلال السيطرة على الجبل والدفاع عن العمق الصهيوني من خلال جبال الضفة الغربية. مسار المستعمرات الاستيطانية وبنيتها الجيوسياسية القائمة على تحويل ما يطلق عليه البعض اسم أسافين ألون إلى أدوات للاستيلاء على الأرض وضم مساحات واسعة منها، بحيث يكون كيان العدو قد أنجز ما عجز عنه عام 1948، وهو الاستيلاء على فلسطين كلها. فالضم بالأساس يعبر عن الرغبة المستمرة لدى الاستعمار الاستيطاني في الحصول على المزيد من الأراضي. فهل ستكون النكسة الفلسطينية في الذكرى 55 هي النهاية لجرائم العدو؟ مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، مرحبا بضيفي الكريم الدكتور أحمد العطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. بين الرؤية التي قرأناها في المقدمة قبل قليل وبين ما وصل إليه الحال في الضفة الغربية من المشروع الاستيطاني، كيف تصف الأمور اليوم؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة الواقع في الضفة الغربية بالذات اليوم يتجلى فيه جوهر المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني بالأساس هو مشروع استيطاني استعماري إحلالي يهدف إلى تهجير السكان الأصليين، إلى القضاء على وجود السكان الأصليين على الأرض الفلسطينية، ومن ثم إحلال سكان جدد. هذا تم في مساحات كبيرة في 48 أو في الأراضي المحتلة عام 48، في سنة ما بين 1917 الانتداب البريطاني حتى 1948 إنشاء الكيان الصهيوني، ثم استمر في هذه السياسة. في هذه اللحظة تتجلى هذه السياسة بشكل كبير في الضفة الغربية، حيث أن عدد المستوطنات يتزايد باستمرار، حجم المستوطنات يتزايد باستمرار، وعدد المستوطنين يتزايد باستمرار، إلى الحد أننا نستطيع أو يتم الحديث الآن عن دولة ثالثة في داخل حدود فلسطين التاريخية، بمعنى الكيان الصهيوني ثم السلطة الفلسطينية ودولة المستوطنين في الضفة الغربية. ما يزيد بعض التقديرات تقول 700 ألف والبعض يقول 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وأنت تعرف هناك حوالي 3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، وحوالي 160 مستوطنة و300 بؤرة استيطانية. من هذه المستوطنات 160 مدن مثل مستوطنة أرائيل في منطقة نابلس، هذه مدينة بكل ما تعني الكلمة، معنى جامعات ومرافق وما إلى ذلك، معالي أدوميم شرق القدس التي تفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها أيضا مدينة كاملة، وهنالك فقط شارع يفصل بينها وبين مدينة القدس، وبالتالي تغلق جنوب الضفة الغربية عن شرقها. وبالتالي واقع الاستيطان في الضفة الغربية يعني تتجلى فيه فلسفة المشروع الصهيوني. لذلك كنا قاصدين في أن نختار في اسم الحملة الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية وليس المستوطنات الصهيونية فقط، لأن مصطلح الصهيوني معروف، لكن يجب أن يعي المتابع سواء العربي المسلم المؤيد والمتعاطف مع القضية الفلسطينية أن هذا الاستيطان جوهره هو الاستعمار والإحلال وطرد السكان الأصليين وفرض سكان جدد في هذه الأرض. دكتور، كيف أثر هذا الاستيطان الاستعماري في تشكيل مستقبل الضفة الغربية المحتلة خلال هذه العقود الطويلة؟ حقيقة هذه من أهم القضايا. أنت تعرف أن اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1993 كانت تستند بالأساس إلى فكرة بنك حسين الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة. منذ ذاك الاتفاق حتى اليوم
تضاعفت أعداد المستوطنين حوالي 4 أضعاف، وتضاعفت أعداد المستوطنين بشكل متشابه، وبالتالي كانت الحكومة الصهيونية تسير في مسار المفاوضات أو الإلهاء عبر المفاوضات، وفي ذات الوقت تسير عمليا في فرض وقائع على الأرض، وقائع جدية تجعل من حل الدولتين حلا مستحيلا. لذلك الحديث اليوم عن دولة فلسطينية متواصلة الجغرافيا وذات سيادة بحدود واضحة مرتبطة حتى بالشرعية الدولية، هذا أمرا أو أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، لأن كما أسلفنا هذا العدد من المستوطنين موجود، وهذا الكم من المستوطنات، وليس فقط هذا الكم، المشكلة أن طبيعة المخططات الصهيونية قطعت الضفة الغربية إلى كانتونات، قطعت أوصالها بحيث أصبحت عبارة عن مجموعة كبيرة من المعازل، كل مدينة معزولة عن الأخرى، المدينة معزولة عن الريف، الأرياف معزولة عن بعضها، بعض القرى شطرت من النصف مثل بعض القرى في طول كرم وقلقيلية، وأصبح نصفها يعني في الغرب ونصفها في الشرق بجدار الفصل العنصري. لذلك هذا أثر بشكل حقيقي على البعد السياسي للضفة، وأيضا في البعد الاجتماعي والاقتصادي. لذلك أصبح هذا الأمر الواقع يعني من الصعب تغييره، من الصعب التعامل معه، فقط استنادا للمفاوضات والعملية السياسية والتسوية السياسية والضغط الدولي، تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. ربما نأتي إلى هذا النقطة، لكن يعني الآن الناظر إلى خريطة الضفة الغربية كما تفضلت حضرتك، أنتم يوجد فيديوهات قمتم بإعدادها، في الحقيقة الناظر إلى الألوان التي استخدمتموها يرى أن الضفة الغربية فعلا مجزأة بطريقة يعني مخطط لها ومبرمج على مدار سنوات طويلة. ما أهداف الاحتلال من هذه المشاريع الاستعمارية؟ مجموعة أهداف، أولا الهدف الأساسي للاستعمار هو جعل الحياة في الضفة الغربية كما في كل فلسطين صعبة على الفلسطيني، بحيث يدفعه إلى الهجرة وترك أرضه. ثانيا جعل إقامة بنية كيان سياسي فلسطيني أمر مستحيل، غير ممكن في ظل هذا التقطيع. الشيء الثالث يعني قطع الطريق أمام أي شكل من أشكال التلاحم الفلسطيني أو التواصل الفلسطيني الذي يمكن أن يجعل من الفلسطينيين كيانا واحدا. أنت تعرف أن التجزيء في على يعني في العقل الاستعماري التجزيء أمر قائم على الشعوب المحتلة. حدث هذا الجزائري الفرنسيين والبريطانيين وكل المستعمرين يعملون على التجزيء. ولو نظرت إلى فلسطين اليوم، لدينا اليوم كنتون في غزة 48، الشتات، الضفة الغربية مجموعة كنتونات. إذن هدف تجزيء وتمزيق الشعب الفلسطيني حاضر باستمرار. أيضا وهذا يعني أصبح متجلي أكثر، محاولة فرض هوية جديدة لهذه الأرض هي الهوية الصهيونية أو اليهودية، بحيث أنت تبني مدن بموازاة المدن الفلسطينية، ثم مع الزمن هذه مدن يهودية بطبيعة اليهودية، تعطيها أسماء يهودية مستوحاة أو مدعى من التاريخ، ومن ثم تفرض وقائع علها تؤثر على الذاكرة. أنا أقول هذه سياسة الاستعمار، هل نجحت أم لا هذا شأن آخر. أنا لا أعتقد بنجاحها، استنادا إلى صمود الشعب الفلسطيني وثباته ونضاله ومقاومته، أحبطت معظم إن لم يكن كل المشاريع الصهيونية. لكن الهدف الأساسي مرة أخرى هو اجتثاث الفلسطينيين، تغيير تاريخ وهوية وشكل الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الصهيوني. نعم دكتور، اسمح لنا أن نستعرض هذا الفيديو ثم نعود لمزيد من النقاش بحول الله.
إذن هكذا تبدو صورة الوضع في المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. دكتور، في الحقيقة هذا يعني فيديو مؤلم جدا بالأرقام وبالفيديو بالخريطة التي ظهرت، ويطرح كثير من الأسئلة، من أهمها إنه المشروع الصهيوني على مدار عقود طويلة استفرد بهذه الأرض الفلسطينية واستطاع أن يعني يقسمها وفقا لمخططاته وهو مستريح للغاية. منها تقريبا نصف المدة إنجاز التعبير أو ثلث المدة كان في عهد أو ما بعد اتفاقية أوسلو. إلى أي مدى أثر هذا الاتفاق السياسي وأداء السلطة فيما يتعلق بموضوع الاستيطان على تسارع وتيرة الاستيطان؟ هو بكل أسف كما تفضلت بكل مرارة نستطيع أن نقول أن اتفاق أوسلو كان اتفاقا عبقريا لصالح الاحتلال، وأن حقيقة من صمم هذا الاتفاق ومن صاغ بنوده هو يتمتع بعبقرية عالية، لأنه بكل بساطة أدخل الفلسطينيين في نفق مظلم حقيقة. نهايته كان يحذر منها كثير من الفلسطينيين بأنه لن يوصل إلى شيء، لكن على الأقل جزء كبير من الشعب الفلسطيني ومن قواه السياسية من قيادته السياسية كانت تعتقد أن في نهاية هذا النفق سيصل إلى شكل ما من الدولة أو بعض حقوق الفلسطينيين. لكن تبين ليس اليوم، تبين منذ زمن، لعله منذ أكثر من 10 سنوات، وبإقرار من مهندسي اتفاق أوسلو الفلسطينيين أو من الذين كانوا مندفعين للاتفاق أوسلو، بأن هذا الاتفاق كان عبارة عن متاهة وعبارة عن كسب للوقت من قبل الكيان الصهيوني ودولة الاحتلال من أجل المزيد من فرض الوقائع على الأرض. ليس فقط فرض الوقائع على الأرض، هم استغلوا أوسلو أولا لزيادة عدد المستوطنين، لزيادة عدد المستوطنات، لتقسيم الشعب الفلسطيني، لإنهاك الشعب الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا وما إلى ذلك، وأنت تعرف حصار غزة والشتات، لتسويق نفسهم في المنطقة العربية والعالم بأنهم حكومة ليس احتلال متطرف إرهابي عنصري مجرم، إنما هي حكومة تسعى إلى إلى السلام وإلى بناء علاقات. واليوم أنت تعرف الانفتاح في التطبيع في المنطقة العربية، وبالتالي كسبوا حوالي 30 سنة من عمر القضية الفلسطينية ومن عمر الشعب الفلسطيني، وهم يقدموا نفسهم في صورة إيجابية ضللت ليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما ضللت المحيط العربي والعالم، وبالتالي هم كسبوا الكثير. وفي نفس الوقت فرضوا وقائع سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وأمنية حتى اللحظة لا يستطيع الشعب الفلسطيني وقواها الخروج منها. كبلوا القوى الفلسطينية بشكل عنيف جدا، إلى حد أنه اليوم عندما يطرح فكرة التحلل من أوسلو يطرح سؤال موضوعي، أنه هل يستطيع الفلسطينيون التحلل من أوسلو؟ عندما تهدد مثلا منظمة التحرير أو السلطة بسحب الاعتراف أو وقف التنسيق الأمني وما شابه، يطرح سؤال هل يستطيع الفلسطيني القيام بهذا؟ هل الذي يهدد بوقف التنسيق الأمني يستطيع وقفه؟ إلى حد أن التنسيق الأمني كان في فترة ما يعتبر ورقة لصالح الذي ينسق أمنيا أو لصالح الفلسطيني الذي ينسق، على اليوم هي ورقة لصالح الاحتلال الذي يهدد بها هو الاحتلال، لأن وجود السلطة أصبح مرتهن بهذا الدور الذي تقوم فيه. وبالتالي هذا الاتفاق أوصلنا إلى هذه المرحلة من التعقيد، ونجح الاحتلال بكل أسف في فرض هذه الوقائع. أعتقد بأن الخروج من هذه المتاهة السياسية والأمنية والنضالية التي دخل فيها الشعب الفلسطيني تحتاج إلى شكل ما من الحلول غير التقليدية، تحتاج إلى شكل ما من الانتفاض الداخلي قبل الانتفاض في وجه الاحتلال، لأنه لا بد من تغيير داخلي فلسطيني كي تستطيع مواجهة العدو والخروج من هذا المأزق. أهمية تسليط الضوء على هذا المشروع الاستيطاني الاحتلالي، إنه اليوم يطلق مصطلحات أو يطلق تعبيرات أو مجموعة من الأوصاف على الاحتلال، ولعل البعض لا يدركها. مثلا يطلق اليوم على الاحتلال، وقد صنفته مجموعة من الأساس الدولية، على أنه كيان فصل عنصري أو أبرتايد. إذا بقي المصطلح هكذا سيعتقد البعض أنه قطاع غزة الضفة الغربية ثمانية. إذا دخلت إلى التفاصيل سترى أن هناك نظام فصل عنصري أكثر سوءا من النظام الذي كان في جنوب أفريقيا. ستعرف أن هناك حوالي 200 كانتون فلسطيني، باندوستانات بالمفهوم الجنوبي أفريقي. ستعرف أن هناك مئات الحواجز العسكرية، أن هناك الآلاف الفلسطينيين، بعض القرى الفلسطينية في الضفة الغربية هي سجن حقيقي، بمعنى أنه محاطة بسور وللسور بوابة يغلق عندما يقرر الاحتلال يغلقه مساء ولا يفتحه إلا صباحا، بمعنى أن حوالي 4 أو 5 آلاف فلسطيني في بلدة فلسطينية هم معتقلون. والمدن أيضا، يعني في الضفة الغربية، وأنا كوني ابن الجغرافيا أيضا أقول لك أنه عندما يقرر الاحتلال تجزيء 200 كانتون، عمليا الحواجز موجودة ويقسمها، تصبح رام الله كانتون والخليل كانتون وبيت لحم كانتون وهكذا، ولا تستطيع أبدا العبور إلا بإذن الاحتلال. لذلك هذا الواقع يجب أن يعرف،
ليس فقط من على المستوى الدولي وأنصار الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي، أيضا حتى من العرب ومن المسلمين ومن الفلسطينيين أنفسهم الذين لا يعيشون في الضفة الغربية، بمعنى الفلسطيني في الشتات في الأردن في لبنان في أوروبا في قطاع غزة في أي مكان يجب أن يعي جيدا ماذا يعني هذا وكيف يعيش الفلسطيني شقيق الفلسطيني في الضفة الغربية. هذا يؤثر جدا على كيف يتفاعل معه، كيف يتعاطف مع قضيته، كيف يسانده. والعالم العربي يجب أن يدرك أن هذا الكيان الذي يتحدث عن الديمقراطية والاعتدال والسلام في المنطقة هو كيان أصبح لديه وصف دولي بأنه دولة أبرتايد وفصل عنصري، أيضا دولة دينية قومية متطرفة تمارس التمييز العنصري حتى بين قوسين على من يصنف مواطنيها. لذلك هذه الوقائع صحيح لعبت إلى صالح الاحتلال في فرض وقائع على الأرض، لكنها أيضا إذا أحسن الفلسطيني استثمارها دفعت باتجاه تصنيف هذا الكيان بأنه كيان فصل عنصري وتمييز عنصري، وهذا يساعد الفلسطينيين جدا في نضالهم. المشكلة دكتور أنه لا أريد أن أقول أنه السلطة الفلسطينية كانت جزءا من هذا المشروع أو في خدمة هذا المشروع، لكنها تماهت بشكل أو بآخر، رغبت أو لم ترغب مع هذا المشروع، وأداؤها السياسي والإعلامي والقانوني مع الأسف الشديد كان سيئا جدا وضعيفا جدا، أدى إلى تسارع هذه العملية. في ضوء المعطيات الحالية ماذا تتوقع إذا؟ السلطة الفلسطينية بصراحة ووضوح، السلطة الفلسطينية كان في البداية لديهم اعتقاد جاد في منظمة التحرير أن هذا سيقود إلى دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وكان أقصى ما تم الحديث عنه في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات وحتى الآن هو فكرة أنه في تجمعات يعني استيطانية كبرى ممكن أن يتم هنالك تبادل الأراضي بالمتساوية الحجم والمقدار، إذا تذكر هذه العبارة الشهيرة. لكن هذا انكشف زيف هذه الفكرة وكذب الاحتلال على الفلسطينيين سريعا، لكن كان قد فرضت مجموعة من الوقائع جعلت السلطة غير قادرة على التخلي أو تجاوزها، وأنا بكل أسف أقول أن جزء من ذلك مرتبط بشكل كبير بالمصالح والامتيازات والوقائع التي لا تتجرأ قيادة السلطة ومنظمة التحرير على تجاوزها. يعني أصبح لديهم بنية بيروقراطية أشبه بدولة تحت الاحتلال، تعرف وزارات وأجهزة أمنية وتتحدث عن عشرات الألاف، 130 أو 100 البعض يقول 160 ألف موظف، بيروقراطية ضخمة موجودة، وأيضا علاقات اقتصادية وكبار رجال الأعمال هم من رجالات السلطة، وأيضا ارتباطات أمنية وما لذلك. أصبح مجموعة من المصالح المتداخلة بكل أسف من الاحتلال جعلت إمكانية تحدي السلطة لإرادة الاحتلال إمكانية ضعيفة، لذلك تحتاج إلى إرادة وطنية جمعية قوية تدفع باتجاه تجاوز إرادة الاحتلال وكسر هذا الطوق الذي فرض على الشعب الفلسطيني. بالأداء القائم من السلطة بكل أسف، وهذا حتى قيادات في السلطة تحذر منه، هذا المسار سيقود إلى كيان إن استمر بهذا الشكل إلى كيان تحت سقف الاحتلال تماما شبيه بكيانات كثيرة عاشت في ظل الاحتلال وبكل أسف انتهت مع انتهاء الاحتلال. دكتور اسمح لي أسأل عن المقاومة الشاملة ودورها في مقاومة هذا المشروع الاستيطاني ومدى إمكانية التأثير الحقيقي فيه على الأقل إيقافه أو التأثير فيه بعد مشاهدة هذا التقرير أيضا المتعلق بالاستيطان في البيرة ورام الله.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيك دكتور مرة أخرى. اسمح لي أسأل عن دور المقاومة الشاملة في مقاومة هذا المشروع، ولا سيما أنه كان هناك نجاح ولو نسبي في المقاومة الشعبية التي قام بها الفلسطينيون في الضفة الغربية في بعض المناطق في إزالة بعض البؤر التي تتحول مع مرور الوقت إلى مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية. هو حقيقة هذا المشروع الصهيوني، هذا الاحتلال، هو متعدد الأدوات ولديها أوراق قوة مختلفة، يجب أن تجابه بأدوات مقاومة مختلفة وبأوراق مختلفة. أنا أعتقد أن كل أشكال المقاومة يجب أن تستخدم من الشعب الفلسطيني، ولدى الشعب الفلسطيني الحق في استخدامها، ابتداء من المقاومة العنفية المسلحة بمعنى إجبار هذا المستوطن هذا المحتل على الخروج من الأرض الفلسطينية بالقوة، وصولا إلى فكرة العلاقات وفكرة التعريف بهوية الاحتلال، فكرة اللجوء إلى المؤسسات الدولية، فكرة اللجوء إلى بعض المحاكم الدولية والمسارات الحقوقية، وصولا إلى الحالة الشعبية والاحتجاجات والمظاهرات. وكل شكل من أشكال المواجهة مع هذا الكيان أو المقاومة هي ينبغي أن تسند الأخرى. من المشاكل التي وقع فيها الفلسطينيون أو الأخطاء التي وقع فيها الفلسطينيون أنهم كانوا يتناقضون مع بعضهم البعض في الأدوات. نعم. بكل أسف كانت عندما تذهب فصائل المقاومة باتجاه تصعيد المقاومة تجد التيار الذي يذهب باتجاه التسوية يدين المقاومة وأحيانا يصفها بالإرهاب وما إلى ذلك. نعم. ويعتقد أنه لا، نحن فقط في مرحلة المقاومة. الصحيح أن يجب هذه الأدوات يجب أن تتكامل ويسند بعضها بعضا، بالذات أن العالم يقر بأنها كلها شرعية. دعك من موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي هي شريك كامل للاحتلال الصهيوني في جرائمه، لكن على المستوى الدولي العالم يعي بأن من حق الشعوب المحتلة أن تقاوم بكل الوسائل المتاحة. التعريف بالكيان من أهم القضايا، وأنا أعتقد أن الإعلام الفلسطيني والإعلام العربي والدولي المساند للفلسطينيين قد لعب دورا هاما جدا في المرحلة الأخيرة، وممكن وحتى الأدوات إذا جاز التعبير الناعمة كانت بالغ الأثر. ولك أنت يعني أن تعطي مثالا في البي دي أس أصبحت مزعجة أكثر من مقاومة عسكرية في بعض الأحيان، لأن هذا الكيان وهذه الحركة الصهيونية قامت على رواية أساسية بالذات من يمين نتنياهو عززها جدا، بأن هذا الكيان هو امتداد حضاري للغرب، وبأنه يقع في منطقة في وسط محيط من البرابرة أو من الوحوش، وأنه عندما يتصدى للفلسطينيين وللعرب والمسلمين في هذه المنطقة فإنه يشكل خطا أماميا في الدفاع عن الحضارة الغربية. نعم. عندما تأتي مؤسسات وأدوات إعلامية وجمعيات وما إلى ذلك وتكشف طبيعة هذا الكيان، تكشف أنه عنصري وأنه متطرف، أنه مجرم، أنه لا يراعي حقوق الإنسان، يقتل بدم بارد، كل هذا، وأيضا يريد أن يقيم دولة. نعم. دينية على غرار العصور الوسطى المظلمة في أوروبا، هذا يغير من المزاج العام ويضعف موقفه. ولعل في هبة القدس العام الماضي ومعركة. نعم. سيف القدس وحجم المسيرات التي خرجت في العالم يؤكد على فكرة أن الرأي العام، المزاج العام العالمي بدأ يتغير اتجاه هذا الكيان. نعم. ويذهب أكثر باتجاه تأييد الفلسطينيين وحقهم. نعم. بشكل عام. شكرا لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق في الحملة التي أطلقتموها. نعم. بطبيعة الحال نسينا نتكلم عنها بشكل مباشر. نعم. الضفة تحت وطأة الاستيطان. شكرا لكم، كل التوفيق. نعم. دكتور أحمد العطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، شكرا لك. نعم. ننتقل بكم إلى المحور الثاني حول السيادة في أو معركة السيادة في مدينة القدس المحتلة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات.
نرحب بكم مجددا أعزائنا المشاهدين في المحور الثاني من هذه الحلقة حول حرب السيادة في مدينة القدس المحتلة، والتي من أشكالها الحرب التي يشنها الاحتلال على العلم الفلسطيني. معنا للحديث عن هذا الموضوع الدكتور موسى عكاري، الخبير في الشؤون المقدسية. أرحب بك معنا دكتور موسى. حياكم الله فيك. دكتور، بالنسبة لهذا الموضوع، كيف تصف طبيعة هذه الحرب والمعركة المستعرة بين الاحتلال الصهيوني وبين الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة حول السيادة بكل أشكالها، ومنها محاربة العلم الفلسطيني ومحاولة دائما ترسيخ وجود العلم الإسرائيلي كما يحدث في مسيرات ما يسمى بمسيرات الأعلام الصهيونية؟ يعني لا شك بأن الكيان الصهيوني يدرك بأن سيادته على هذه الأرض المحتلة حسب القانون الدولي بأنها سيادة مشكوك فيها، وهذا طبعا بدأ بشكل واضح من خلال خطابات أساسة الصهاينة، مثلا رئيس الوزراء بنت إذ قال إن العلم الوحيد الذي سيرفع في القدس هو العلم الإسرائيلي ولن نسمح بتقسيم القدس. طبعا هذا الخطاب هو خطاب المشكوك به، والذي يعرف بأنه يسرق هذه الأرض وبأنه يحتلها بالقوة، وأنه بذلك هو يخالف كل الشرائع والقوانين الدولية. فلذلك هو عبر البطش وعبر يعني الأدوات القمع التي تمارسها الشرطة، شرطة الاحتلال ومخابراته وأدواته على الأرض، هو يريد يعني أن يثبت للعالم الشيء الذي ينكره العالم حسب القوانين الدولية، بأن هذه أصلا أرض يعني حسب القانون الدولي أرض محتلة وليست أرض تحت السيادة الصهيونية كما يزعم بنت. فلذلك يعني هذه المسيرة للأعلام الصهيونية التي جرت يوم الأحد في 29 من أيار، يريد الصهاينة أن يعني يرسلوا رسائل لأنفسهم للرأي العام الإسرائيلي أكثر من الرأي العام العالمي، وأكثر من يعني بسط سيادتهم أو شرعنة أنفسهم. يعني هذه الرسائل داخلية، يريد اليمين أن يخاطب أنصاره بأننا ما زلنا موجودين على هذه الأرض وأننا نمارس السيادة عليها. نعم، لكن هذه السيادة جعلتهم أو هذا الشعور بضرورة أن تكون هناك سيادة فقط للصهاينة جعلهم يحاربون أبسط أنواع الوجود الفلسطيني من خلال محاربة العلم الفلسطيني، من خلال محاربة وجود الشباب في بعض الأماكن ومحاولة اقتسامها مع الصهاينة المستوطنين الذين يأتون على سبيل المثال لباب العمود في القدس المحتلة أو لغيرها من الأماكن المهمة هناك. ما مخاطب ذلك دكتور على السردية الفلسطينية والرواية الفلسطينية التي يحتفظ بها الفلسطينيون على مدار عقود طويلة؟ يعني الاحتلال يريد أن يأخذ بقوة السلاح ما لم يستطع أخذه والحصول عليه خلال عقود طويلة من التزييف والكذب. يعني العدو الصهيوني الآن هو يعني يدخل في معركة أو يخوض معركة على الرموز، ويعني رموز الكيان الصهيوني العلم الصهيوني الذي يعني السيادة الصهيونية، والشعب الفلسطيني علمه الفلسطيني هو يدل على رمز حريته وتشبثه بأرضه ومطالبته بالحرية والاستقلال أسوة بكل الشعوب والأمم. لذلك هذه المعركة الرمزية إذ تظهر يعني كما ظهرت في الأسبوع الماضي، هي تدلل بشكل واضح بأن هناك شعب محتل يعيش تحت الاحتلال، وهناك قوة احتلال تمارس البطش ضد هذا الشعب، وأنها لا تنفك عن سياستها والاستمرار في هذه السياسة نحو القمع المتواصل. فما لا يأتي بالقمع يأتي بالقمع المتواصل أكثر، وكما يقول هم الصهاينة الذي لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة. وهذه هي السردية التي يجب أن يتناولها الإعلام العربي والإسلامي، بأن سردية الاحتلال وروايته عن حقه بهذه الأرض والسيادة على هذه الأرض هي قائمة أصلا على البطش والاحتلال. نعم، مؤخرا الفصائل الفلسطينية أكدت على موضوع السيادة وأنها ستبقى للفلسطينيين والمقدسيين في مدينة القدس، وأن المعركة ستبقى مستمرة كذلك في الحفاظ على هذه السيادة على الرغم من كل الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال. هل الفصائل الفلسطينية لديها خطة ولديها إرادة كافية لترسيخ هذه النقطة؟ يعني من خلال الأحداث التي جرت يوم الأحد تثبت بأن الشعب الفلسطيني يلتم حول رمزه العلم الفلسطيني، رمز الاستقلال والحرية، وبأن الفصائل كلها من خلال يعني ممارستها وسلوكها يعني كلها تضافرت جهودها من أجل
يعني رفض هذه المسيرة ورفع العلم الفلسطيني في كافة المدن والقرى والشوارع الفلسطينية، سواء من السلطة الفلسطينية أو من أجنحة المقاومة الفلسطينية. هذا العلم الفلسطيني ومناهضة السيادة الصهيونية، هذا أمر عليه إجماع في البيت الفلسطيني، وهو ما يؤرق أكثر الصهاينة، حيث يشعرون بأن سيادتهم ورمزيتهم ودولتهم مشكوك فيها، وبأن هذا الأمر غير مقبول على الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وبكافة أجياله. نعم، كيف يمكن المحافظة أمام كل هذا العدوان وأمام ترسيخ أو محاولة ترسيخ الوجود الصهيوني والرموز الصهيونية، استخدام الأعلام في مسيرة الأعلام التي أشرت إليها قبل قليل، كيف يمكن المحافظة على الزخم الفلسطيني هناك في ظل هذه الحرب الصهيونية؟ بصراحة الزخم الفلسطيني يحتاج إلى توافق فلسطيني على مشروع وطني واحد يجابه هذا المحتل، وأثبت الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني المنتفض في الشارع أنه حتى متقدم على فصائله، وبأنه يعني في هذا الموضوع يعني يترك كل قضية التجاذبات الفصائلية والسياسية خلف الظهر، وهو يعني يقول أو يرسل رسائل للفصائل كافة بأنه لابد من مقارعة المحتل، ولابد من أن تكون السيادة في مدينة القدس سيادة فلسطينية صرفة خالصة لا يشاركهم بها أحد. فلذلك مطلوب أولا تضافر كل جهود الفصائل الفلسطينية وأن يجمعها مشروع وطني واحد، كذلك مطلوب أن يكون هناك يعني زخم أكثر ومواصلة أكثر في هذه المقارعة التي تتحول إلى مقارعة يومية تكلف العدو أثمانا باهظة وتدفعه أثمان كل انتهاك على أرضنا وعلى مقدساتنا وعلى بيوتنا وعلى غيرها في مدينة القدس. لكن كيف دكتور، هل ثمت خطة للمواجهة التي تستمر يوما بعد آخر، ويحاول الاحتلال كما أشرنا أن يعني يثبت بعض النقاط التي يقوم بها من خلال على سبيل المثال قيام المستوطنين المقتحمين للأقصى ببعض الطقوس الدينية داخل المسجد الأقصى المبارك، محاولة تثبيت والانتهاء من معركته فيما يتعلق بالتقسيم الزماني ثم الانتقال جديا وفعليا على أرض الواقع للتقسيم المكاني، هذه تحتاج إلى خطوات أيضا مضادة وعملية لإفشال هذا المخطط وتثبيت الوجود الفلسطيني هناك. لذلك أنا أقول بأنه لابد من صياغة مشروع وطني يعني تتكاتف عليه كل الفصائل الفلسطينية، ولكن دعني أبشرك أخي بأن الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني متقدم على كافة الفصائل الفلسطينية، وقد أظهر ذلك بشكل واضح. يعني في عام 2014 الأحزاب اليمين الصهيونية أقرت في الكنيسة الصهيوني خطة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، وكان ذلك في يعني في حزيران من عام 2014. في نفس الوقت أخي الشباب الفلسطينيين أطلقوا حملة أنا أذكرها، حملة لن يقسم، وهذه الحملة يعني أخذت زخما كبيرا، وصلت إلى حد يعني أن المقاومين الفلسطينيين قاموا بعمليات طعن وبعمليات دهس ساهمت بشكل كبير إلى مراجعة الساسة الصهاينة لسياستهم تجاه المسجد الأقصى المبارك. وأنا أذكر في حينها يعني الحكومة الصهيونية طلبت من الوزراء ومن أعضاء الكنيسة أن لا يدخلوا أن لا يقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وكان هناك تراجع في المشروع التهويدي باتجاه مدينة القدس. فهذا إذا دل على شيء بدل على أنه إخدام الفلسطينيين ومجابهتهم لهذا المشروع يجب أن يكون تضافريا لكل الفصائل الفلسطينية، وكذلك تراكميا بحيث أن يبقى مستمرا وأن يكون حقيقي وأن يدفع العدو الثمن. كيف يمكن الحفاظ على الاستمرارية دكتور، وألا يكون العمل الفلسطيني عملا موسميا؟ طبعا لابد أن يكون هناك خطة، يجب أن يكون هناك خطة أولا ترصد ما هي الدعوات الصهيونية وما هي الانتهاكات التي يقوم بها العدو الصهيوني، ومجابهة كل خطة بمشروع وحملة، وأن يكون هناك خطة شاملة يعني لكل المشروع الصهيوني، وهذا يعني لا يمكن أن تبنه فصيلا بعينه. فالمقاومة الفلسطينية في العام الماضي رسمت قواعد ما بينها وبين العدو الصهيوني، وقد أدخلت مدينة القدس
في قواعد الاشتباك، ولكن المقاومة الفلسطينية في غزة لوحدها لا تستطيع أن تحمل كل هم الوطني أو كل العبء الوطني الفلسطيني. يجب أن تتضافر كل الفصائل الفلسطينية في كل الجغرافيا الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في مناطق الداخل الفلسطيني أو حتى في الشتات، من أجل يعني كبح جماح هذا العدو من الاستمرار والاستمراء على مدينة القدس. دكتور موسى عكاري خبير شؤون المقدسية، شكرا جزيلا لك. ننتقل بكم أعزائنا المشاهدين إلى زهرة المدائن، أو نبقى فيها بطبيعة الحال، ونتحدث عن عائلة سمرين المقدسية التي تقاوم الاستيطان والتهجير، ونتعرف على ما جرى مع هذه العائلة في الأيام الأخيرة. هم بحاولوا لهم السنة، بحاولوا سنين، بحاولوا بس عبث. احنا اراضينا واراضي جدودنا عمرنا ما بنتخلى وعمرنا ما بنطلع، لو بموت اولادي، لو بموت عيلتي، لو بموت ما بضل حدا. احنا دايمين وراح نقاوم وراح نمرق يوم يوم من هذا الطريق. تم الاعتداء على أولادي وعلى جوزي من قبل المستوطنين. طلبنا الشرطة لتساندنا، الشرطة طبعا اجت ضدنا، كسروا ابني وعنده حبس منزلي، ايده مكسورة. جوزي اعتدوا عليه بالضرب المستوطنين وحموهم، وابني نفس الاشي، جوزي عنده عملية جراحية كبيرة في وجهه، وابني عنده نزيف حاد واعتقلوا. رغم هيك اعتقلونا اعتقالات تحقيقات ولسه ما خلصنا، يعني لسه في عنا عدة تحقيقات، وهذا هو الوضع تبعنا الحالي. يعني أنا بالنسبة للضرر اللي صار معي، فكي كله في مكسر تقريبا، كل فك مكسر. أنا بحاجة لعملية من امبارح أو أول امبارح، كان لازم يعملوا العملية. في عندي كسر تحت العين، بس النفخان اللي فوق العين مش مساعدهم انهم يعملوا لي العمليه، بستنوا انه عيني تبرد شوي وتهدى، وان شاء الله بكره بعده ما بعرف بالضبط. يعني معتمد الموضوع على عيني هلا بس. قال لهم القاضي والمستوطنين، يعني لاني انا ورجيته صوره جوزي، يعني على اساس اني احاول افرج عن ابني، لانه ابني قاصر صغير يعني 15 سنه ومكسرينه. انا ترجيت المحامي، طلع يترجاهم وانا ابكي بالشارع على اساس اني انا اشوف ابني، لانه لما رحت على مقفر الشرطه كانت الامبالانس موجوده لابني وما خلوني انا اشوفه نهائي ولا اطمن عليه، فعرفت انه ابني عنده كسور او عنده وضع صحي مش مظبوط. في ذاكرة فلسطين نتحدث اليوم في الجزء الأول عن المجلس التشريعي الفلسطيني، محطات من تاريخ البرلمان الفلسطيني. المجلس التشريعي، محطات من تاريخ البرلمان الفلسطيني الجزء الأول. يعود تاريخ أول المشاركات البرلمانية للفلسطينيين إلى العهد العثماني، وتحديداً عام 1896، حينما تم اختيار النائب يوسف ضياء الدين الخالدي كممثلاً عن مدينة القدس في البرلمان العثماني المعروف باسم مجلس المبعوثان. توالى بعدها انتخاب الفلسطينيين لممثليهم في المجالس المتعاقبة، والذين ارتفع عددهم إلى 6 نواب عن مدن القدس وغزة، عكا ونابلس حتى عام 1914، وتحفظ الوثائق التاريخية استشعار النواب الفلسطينيين للخطر الصهيوني الداهم ودعواتهم لسن قوانين وتشريعات تمنع الاستيطان اليهودي في فلسطين.
بعد وقوع فلسطين تحت الاحتلال الإنجليزي عام 1917 شكل صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم والدستور الذي أصدره الاحتلال الإنجليزي عام 1922 وما تبعه من تعديلات المرجعية القانونية للبلاد، وكان مما تضمنه دستور الاحتلال تأسيس مجلس تشريعي فلسطيني يكون أداة هزيلة بيد الاحتلال ودمية بيد من مندوبه السامي، إذ لم يكن للمجلس أي سلطات تنفيذية أو مناقشة أي قضية تخالف سياسة حكومة الاحتلال وتشترط موافقة المندوب السامي لتنفيذ قرارات المجلس. نتيجة لتلاعب الاحتلال المستمر في الأنظمة الانتخابية والتواطؤ المستمر لإقصاء العرب، وبعد دعوة مندوب الاحتلال لعقد الانتخابات النيابية عام 1922 أطلق المؤتمر العربي الفلسطيني نداءه للشعب الفلسطيني بمقاطعة انتخابات مجلس الاحتلال، وهي الدعوة التي لاقت استجابة منقطعة النظير، دعت الاحتلال لإصدار مرسوم بإلغاء الانتخابات عام 1923. في أعقاب نكبة فلسطين وتقاسم الأردن ومصر السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، انقسم العمل البرلماني الفلسطيني جغرافياً وسياسياً. تم ضم الضفة الغربية في أول انتخابات برلمانية شهدها الأردن عام 1950 قبل أن يصدر الدستور الأردني عام 1952 الذي نص على إنشاء برلمان موحد يضم عدداً متساوياً من النواب من الضفتين، واستمر نشاط هذا البرلمان حتى نكسة حزيران 67 واحتلال الضفة الغربية. أما قطاع غزة فقد بقي تحت إدارة الجيش المصري وسلطة الحاكم العسكري الذي تم تعيينه للقطاع، وصدر القانون الأساسي لقطاع غزة الذي حمل الرقم 255 لعام 1955 وتضمن تشكيل مجلس تشريعي يرأسه الحاكم العسكري للقطاع، وجرى تعيين أعضاء المجلس الأول الذي استمر حتى عام 1962. في آذار من عام 1962 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر النظام الدستوري لقطاع غزة ليعقد المجلس التشريعي أول جلسة له في حزيران من ذات العام، منتخباً الدكتور حيدر عبد الشافي رئيساً له، واستمر المجلس في أداء مهامه حتى انتهاء ولايته عام 1965، وبقيت السلطات المصرية تؤجل إقامة انتخابات جديدة إلى أن حلت نكسة حزيران عام 67 ووقع قطاع غزة تحت الاحتلال. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لفريق العمل، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.